تعرف طرق حركة سير غير عادية بمناسبة حلول الصيف، مما يتسبب عنها وقوع حوادث تحصد معها مئات الأرواح، حيث خلصت الدراسات إلى أن 94% من حوادث السير هذه ترجع إلى العامل البشري، ما دفع الوزارة الوصية لتطوير أساليب التوعية والتأثير مباشرة على سلوك مستعملي الطريق من خلال برامج تحسيسية تسهر عليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. احنا نمثلوا اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير اللي بدورها يعني في كل عطله صيفيه كتقوم بهاد الدوره التحسيسيه اللي كياخذوا منها العبره المواطنين المغاربه. كما كتشوفوا كاينه واحد السياره يعني اللي هي ديجا دايره اكسيدون، يعني المواطن ملي كيشوف ديك السياره كياخذ واحد العبره. هذه سيارة تعرضت لحادثة سير، لكن الحقيقة هي لوحة إعلانية تواصلية تدخل في إطار الحملة التحسيسية بمخاطر الطريق، تدعو لوقف المأساة التي تزهق الآلاف من أرواح المغاربة كل سنة. النموذج هنا بمحطة الاستراحة، فيما تعرض مجسمات صادمة أخرى بمختلف المراكز الخدماتية والمدارات المرورية. المبادرة طيبة كثير، وتنشكروا المسؤولين على هذه المبادرة هذه، ونطلبوا أنهم يكونوا مبادرات أخرى من مسؤولين آخرين ومجمعيات أخرى، لأن تتحط الناس على أنهم يردوا بالهم في السياقة. يعني الناس هذه الفترة هذه تيكون فيها الإرهاق ديال لي فاكونس ديال العمل، وأنها يعني أنها تحط الناس أنهم يكونوا لي زاكسيدون يقللوا شي شوية. الصراحة زعما المبادرة جميلة ومزيانة، لأن هي مبادرة توعية للمواطنين المغاربة والمواطنين المقيمين بالخارج المغاربة كذلك. ولا حتى مثلا من خرجة مدينة فاس عطاونا واحد الورقة تتوعي بإنسان على مدة ساعتين ديال السياقة خصو يستراح، ولا جا النوم خصو يوقف باش ايفيتي لي زاكسيدون روتيير. الناس زعما كيوعيو الناس وكيفاش يتمشاو في الطريق وهادي وحزام السلامه وراه الطريق مزيان وكل شيء مزيان، ولكن بنادم خصو يحترم قانون السير. كما تشمل الحملات الحالية للتواصل مع مستعمل الطريق عملية توزيع مطويات تتضمن معلومات حول السرعة وانفجار العجلات والتعب، استهدفت عدة مسارات وطنية إضافة إلى تهيئة أروقة تحسيسية داخل المحطات.